والسلام عليك يا وارث روح النبي الله. كانت سفينة نوح سفينة نجاة لمن شاء أن ينجو من الطوفان، فمن ركبها متبرئا من الأصنام مؤمنا بنوح وآبائه وولده الأوصياء من بعده من خلال الآية الكبرى وهي السفينة. وبعد موت الأوصياء من ذرية نوح حرفت أمته دين إدريس الذي أحياه، ودثرت السفينة وانمحى رسمها وحرفت أخبارها، فبعث الله أنبياء بعد نوح يجددون دينه ويهدون إليه بآيات أخرى. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والحسين هو أحد أهل بيت النبوة وأحد هذه السفن التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وآله في حديثه، فمن عرف حقه وتمسك به وعمل بسيرته متبرئاً من قاتليه والمعادين له سلام الله عليه نجا، ومن تخلف عنه غرق وهوى. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. نبي الله نوح ثالث أوصياء أول الرسل نبي الله إدريس من أهل بيته، ولد على عهده وسماه باسمه، وشهد انقلاب أمة جده على الوصي الأول أبيه علي بن أبي طالب والوصي الثاني أخيه الحسن عليهما السلام، حيث جعل الله مواريث الإمامة في ذريته، نهض لإنقاذ الناس من ولاية الشجرة الملعونة والبراءة منها والدعوة إلى أهل بيت خاتم الأنبياء وتوليهم والاقتداء بهم، وجعل الله تلك الظلامة باب هداية وسفينة نجاة لمن شاء أن ينجو من عذاب الله ويهتدي من ضلالة بني أمية بعد وضوح ضلالتهم بما صنعوه مع الحسين عليه السلام وأهل بيته وهم آل محمد ما على الأرض سواهم. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم: حربهم حربي وسلمهم سلمي. وصار الحسين بذلك نظيراً فريداً لنبي الله نوح عليه السلام.